فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة تلبس ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات اللباس البنجابي، وإذا نصحت في ذلك وأن هذا من لباس الشهرة وليس من لباس أهل البلد هنا، أجابت بقولها: إن ذلك ليس بحرام لأنها صغيرة عمرها 8 سنوات، وأن غالب نساء هذا البلد الآن قد صرن يلبسنه، فما التوجيه في ذلك؟ لا يلبس الكبير ولا الصغير اللباس المخالف للباس البلد، لأن هذا من لباس الشهرة، الكبير والصغير. وعلى هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل. وش فائدتها من اللباس البنغالي هذا إلا التقليد والتشبه فقط؟ وش فائدتها منه؟ لكن بعض الناس مغرم بالتشبه والتقليد، ولا لباسنا أحسن من اللباس البنغالي. نعم.